الفاز الاول. فلا غنى عن الكورتيزون، الجرعه المعتاده بريدنيزولون 1-2 ملي جرام بير كي جي بير داي، اتاخد لفتره طويله ثم اسحب تدريجيا. وانا بسحب هيحصل فليرنج اب، لابد ان انا ادي اميونو سبريسيف سايكلوفوسفاماين او سايكلوزبورين او ادا سيلبرين. عالج المضاعفات، ها انفكشن اديله انتيبيوتيك، عندي هايبوكسيا ماشيه على اكسجين، ها اي حاجه اي طارئ هتبدا تعالج، عامل ريسبيراتوري فيلير ها فنتريتور على حسب المشكله اللي بتحصل تبدا تعالجها. لكن ما تنساش كورتيزون وسايكوتوكسيك دراجز، الكورتيزون وسايكوتوكسيك دراجز من الحاجات طبعا الهامه جدا. على انترستيشن بالمونري فايبوزس كله كده بيتكتب مع حالات الايه؟ مع حاله السربيدوزس. يعني بكره هنقول ان شاء الله كلمتين سربيدوزس، نقول لك لازم تكتب مين؟ الانترستيشن بالمونري فايبوزس. تمام، نشكر سماحتك.